ممكن لما ما تتعاونش معاه في حاجات كتيره او تحسسه ان شغله عبء عليها، انه اغلب الوقت بره في زياراته في شغله وكده، واخد وقته كله بره، فهي اذا ما كانتش متفهمه لعمل جوزها كويس فده ممكن يفشله. فلازم الزوجه تبقى متفهمه جدا لعمل جوزها وتساعده وما تحسسوش ابدا ان ده عبء عليها.